أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد طلاب العلم يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله عنهم. يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله. إيش؟ قرن من الاقتران. قرن. ما أدري إيش تسمى. يقول قرن أحسن الله إليكم. قرن إيش؟ من باب العطف والاقتران. ما أدري إيش تسمى. يقول أنه أرض ولا قرن ولا قرن سمع لي بالنون قرن وش فيه. يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة عليه، بل الوارد الصلاة عليه وعلى آله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آل أبي أوفى، صلى على آل أبي أوفى، والله أمرنا أن نصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن نصلي على محمد وعلى آل محمد. والآل هم الأتباع، الآل يشمل الأقارب ويشمل الأتباع فهم آله، فكيف يقول هذا أنه لم يرد؟ يا سبحان الله. لكن الآن فشل جهل حتى عند المتعالمين، والمتعلمين ما يفكرون ويجيبون كلاما من عندهم، يخترعونه من عندهم. نعم.